شدوا بعضكم يا الفلسطين، شدوا بعضكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعين الوطن العربي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم قصتنا وحكايتنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إسراءه من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك، الله يا رب العالمين نحرره من الأنجاس والظلمة الذين ظلموا أهل فلسطين كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله نبدأ حكاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أطهر بقاع الأرض، أضاء الكون لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، حيث ولد يتيما في عالم الفيل في عام الفيل، وماتت أمه في سن مبكرة، فرباه جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وكان يرعى الغنم ويعمل في التجارة خلال سنوات شباب صلى الله عليه وسلم، حتى تزوج من خديجة بنت خويلد في سن 25، وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم. وفي سن 40 نزل عليه الوحي بالرسالة، فدعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الشرك، وكانت دعوته سرية لثلاث سنوات، تبعهن 10 آخر بيجاهر بها في كل مكان. ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة بعد شدة بأس من رجال قريش وتعذيب للمسلمين، فأسس بها دولة الإسلام وعاش بها 10 سنوات تخللها كثير من مواجهات الكفار والمسلمين التي عرفت بالغزوات، وكانت حياته نواة الحضارة الإسلامية التي توسعت بها في بقعة جغرافية كبيرة على يد الخلفاء الراشدين من بعده. بدأت مراسم الإسراء والعراج، نقصد هنا رحلة الإسراء بعد عملية شق الصدر مباشرة، وكان هذا في جوف الليل، حيث روى البيهقي عن شداد ابن أوس بإسناد صحيح قال: قلنا يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: صليت لأصحابي صلاة الغيبة بمكة مغنما، وأتاني جبريل عليه السلام، والمفترض أن صلاة الغيبة هي صلاة العشاء، صلاة العتبة هي صلاة العشاء، ولكن حيث أن صلاة العشاء كما نعرفها لم تكن قد فرضت بعد، حيث أنها ستفرض في رحلة المعراج كما هو مشهور، فإن المقصود هنا بصلاة العتمة هو الركعتان اللتان يصليهما المسلمون في المساء، حيث كانت صلاة الفرض قبل الإسراء والمعراج عبارة عن ركعتين بالصباح وركعتين بالمساء، ولقد سمي الإسراء بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم السرى هو السير ليلا، وقد صرح بذلك رب العالمين في القرآن الكريم فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأضاف كلمة ليلا للدلالة على أن السري حدث في جزء من الليل وليس في كامل ليلة، وهذا أبلغ في الإعجاز. البراق، وما هو البراق؟ وهل هو وسيلة الانتقال لسيدنا محمد؟ بدأت عملية الإسراء وهي الانتقال من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس بتوفير وسيلة الانتقال، وهي دابة ليست من دواب الأرض اسمها البراق. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس.
وفي رواية للترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه فقال له جبريل: أبو محمد تفعل هذا؟ أبو محمد أي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فأرقد عرقا. وعند البيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: وأتاني جبريل عليه السلام بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فقال: أركب فاستصعب علي قدرها بالذي ثم حمي عليها. شدوا بعضكم يا الفلسطين، شدوا بعضكم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البيهقي في الدلائل، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي ابن إسحاق قال: فإذا أنا بدابة أدى شبيهة بدوابكم، هذه بغالكم، هذه مبشرات الأذنين، يقال له البراق. وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم تركبه قبلي. وفي مسند الحارث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض مضطرب الأذنين فوق الحمار ودون البغل. ومن هذه الروايات نرى أن جبريل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدابة بيضاء. هذه الدابة العجيبة، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة الدابة الفائقة، ووضح أنها تضع قدمها عند منتهى بصرها، والله أعلم. والله أعلم طبعا بجدة بصرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يصف السرعة الحقيقية للدابة، كما أنه مهد السامع نفسيا لاستيعاب رحلة الإسراء العجيبة إلى بيت المقدس، خاصة أنها لم تكن رحلة مباشرة، إنما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أماكن كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما الأماكن التي صلى فيها رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج، انطلق البراق برسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه بيت المقدس، ولكنه توقف عدة مرات ليصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أماكن في طريقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقت تهوي بنا، يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا ذات نخل فأنزلوني، فقال صلى الله عليه وسلم: فصليت، ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب، أي المدينة المنورة، صليت بطيبة. فانطلقت تهوي بنا، بقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا، فقال: أنزل، فنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صليت في هذا المكان. ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى عليه السلام. ثم انطلق التهوي بنا، يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور، فقال: أنزل، فنزلت. فقال: صلي، فصليت. ثم ركبنا، قال: أتدري أين صليت؟ قال: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام والمسيح ابن مريم، ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة ببابها اليماني، فأتى قبلة المسجد فربط به دابته. لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أماكن شهدت أو ستشهد أحداثا مهمة في تاريخ الإنسانية. فقد صلى في يثرب حيث سيرجد بعد قليل، وحيث تقام الدولة الأولى للإسلام، وصلى عند شجرة موسى في مدين، وهي الشجرة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وعند هذه الشجرة تلقى موسى عليه السلام البشرى بالأمان في رحلة هجرته من مصر إلى مدين، وهو موقف سعيد يشرح صدر من يسمعه، فكيف بالصلاة عندها؟ ونضع في اعتبارنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيهاجر مكة بعد حوالي 3 سنوات من هذه الرحلة، فكان هذه الزيارة كأن هذه الزيارة تذكير له بحفظ الله تعالى لأنبيائه وأوليائه. ثم صلى ببيت لحم حيث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
وفي مشهد المؤثر مرة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه على قبر موسى عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت، وفي رواية هذاب، مررت على موسى ليلة أسري به عند الكئيب الأحمر وهو قائم يصلي. وحدث الثواب البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مكان هذا القبر بشكل أكبر، وذلك عندما نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب موسى عند موته، فقال فسأل: أي موسى؟ أي موسى؟ الله أن يذنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لنتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكئيب الأحمر. وإن شاء الله رب العالمين في الجزء الثاني سوف نتحدث عن وصول سيدنا محمد إلى بيت المقدس والصلاة بالمسجد الأقصى، وكم من الأنبياء الذين صلى بهم عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، ومن هنا وبعد أن صلى بهم الفجر انطلق إلى السماوات السبع. هذا هو الجزء الأول بالنسبة للإسراء من مكة إلى المدينة والأماكن التي صلى بها وأين نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث أيضا عن هجرة محمد ابن عبد الله شفيعنا وقائدنا ومعلمنا. أنا أخوكم العلام عماد زين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو إذا أعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.